ننتقل لموضوع اخر سيدي الرون. الشيخ ياسين العمري نفع الله به، عندك به طبعا علاقه، صديق مقرب وحبيب وعزيز على القلب، ماشي ديالي بوحدي، وانما جعل الله له القبول في الارض والمحبة في قلوب الناس، هذا أمر مؤخرا نظرت عليه حتى هو مسكين ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، فاش قال أن الشيخة تبقى مسلسل الشيخة يبقى من الأعمال الساقطة، جمعوا عليه بزاف ديال الناس، أنت شنو كتقول في هذا الشيء؟ ماشي جمعوا عليه الناس، جمعوا عليه الريعة الحومق الحومق، جمع عليه شي شيخ، جمع عليه شي أستاذ، جمعوا عليه الحومق اللي عمل تعبئة الدالع، جمع عليه الراجل ديال الشيخة. لا هم حتى ذوينه على ما نشوف، انا ما متاكدش من داك الشيء، ولكن انت هو ماشي من دخلش في الناس اللي خصهم يردوا. الاستاذ ياسين تكلم على هذا الموضوع، شكون خصو يرد عليه؟ الناس اللي في هذا المجال هذا. اما الحماق، اي الحماق ردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي على، قالوا ساحر ومجنون وكذا، ماشي على العمري حفظه الله. ولكن الناس فهمتي اللي غيرد على العمري خصو شي واحد يكون من اهل العلم يقول له غلطتي، واشكون غيرد عليه من اهل العلم؟ بالعكس هو ما قال الا حقا، وديك الشيء اللي قرا قليل، ما هو سيد كان لطيفا في في, في 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 كان لطيفا في كلامه، يعني ما تشددش بزاف، او ماشي تشد نقولوا ما استعملش العبارات اللي هي قاسيه وقاصحه، كان لطيف وكذا. انت بنفسك كتبتي تدوينه على هضرتي على مسلسل الشيخ؟ لا انا ما هضرتش على المسلسل، انا هضرت على لا لا انا ما هضرتش على المسلسل، وانما هضرت على الاعمال اللي كتقدم في رمضان. ينبغي لا ينبغي اشغال الناس في رمضان بال 11 شهر، يكفي 11 شهر للافلام والمسلسلات والبرامج وكذا، وانما شهر رمضان هذا اذا كانوا نافعه، اذا كانوا شي حاجه في المستوى عمل يستحق يعني المشاهده، ما بالك بهذه المسلسلات كامله هي تدعو الى الانحلال والتمييع هذا الشيخ. ولا شفتي شي الاعمال كامله كنعرفوا، ما بلاش غنسمع انا، وما معروفه عايش معانا، وخرج بنود البسطاوي رحمه الله، هاشم البسطاوي قال بان كاين المنتجين ملحدين والمخرج ملحد، هذيك علمانيه، انا ما كنقول واحد ملحد يكره الدين يكره الرسول يكره القران وهذا، وما يكون اخر شيء عمل لك. ونزيد واحد القضيه، وما كرهش يخرج لا طول وعرض هكذا، ولكن لا باقي خوف عنده من الناس في المغرب، ما يقدرش المنتج او الممثل او يخرجوا طول وعرض هكذا يهاجموا الاسلام فاس. علاش؟ لان الناس باقا متعلقه بالاسلام فعلا، والدليل انت شفتي دابا شويه بشويه. نعم انتنا شفنا شنو بان لك في هذا؟ لا الاعمال كامله زيرو، لان تدعو الى الانحلال والى التمرد على الشرع، ولا ما شفتوش؟ انا باش نحكي، انا اصلا سمعت ما عنديش الوقت انا باش نشوفه، لا ليلو ولا الغيرو ولا الهادي، وهذه الاعمال معروفه فالصو وكذا وديك الشيء، حنا يعني مستوى متدني، كانوا شي اعمال اللي هما يحكون عن الواقع بصح، تا هذوك ما فيهمش ديك فحال ونجحوا بحال دابا مسلسل حديد دان. نعم حتى اذا سلمنا جدلا ان لا 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 حتى اذا سلمنا جدلا ان هادو اعمال الواقع وما كذا وكذا، حتى فيها لمسه فنيه، حتى اذا كان تكون هذه، ولكن هادو اليوم لا، والممثل اللي كيمثلوا عارفين داك الشيء حرام، ولكن علاش ممثل عليه عامين ديال الكراه يجيب له الفيلم اباحي يمثلوا؟ وشحال من واحد مثله، وبلا ما نذكر لك الافلام ديال الناس تمثلوا فيهم مصائب، الفيلم قبيح بزاف، بلا ما نذكر لك الافلام، بلا ما الفيلم بلا ما نذكر الاسماء، باش ما يبقاوش يفتشوا عليه ويتفرجوه ولا كذا ويعمل لهم الاشهار، ماشي قضيه الذنوب، اشهار مجاني وصافي. السيجاره الالكترونيه في القنوات، رجعوا لهذا الموضوع، قلت لك الاعمال هذه لا وات الكاميرا خفيه ما عندهم شي بحال الناس، فالصو مزوره، الناس عندهم كاميرا خفيه شنو؟ واحد السيد كتجي له على غفله وهذه وما عرفش بانه كيتصور، كتجي عنده بالرونديفو، احنا كذا وكذا، وكاملين شهدوا بهذا الشيء هذا، وفي الحوارات قالوا بان ايه تفاهموا معنا وخلصونا وكذا، وهذه كاميرات عريبان، هي هذه فوت عريبان، الناس عندهم كاميرا خفيه في الدول العظمى وكذا، وفي الدول الاخرى كاميرا خفيه بصح، تجارب اجتماعيه اييه وكذا، وفي المستوى كتأدي واحد الرساله، حنايا لا رساله وماشي تحقيقيه، هو المجتمع المتمخلي فائده هي الدول العالم الثالث والمجتمعات المتخلفه، هذا كيكون الاعلام هابط، الفن هابط، الرياضه هابطه، الاقتصاد هابط، هيدا يكون كل شيء مغشوش. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد،
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.